احتج المتظاهرون في قضاء الشامية بمحافظة القادسية على منع المجلس البلدي دخول الشباب لتقديم طلباتهم، وأكدوا أن شريحة الشباب مظلومة في كل مكان سواء كخريجين أو عاملين أو كسبة. فنشاهد. مطالبنا أريد بعد نوسعها، أريد نوسع مطالبنا. أبسط شيء اللي دخلوا ما بيهم ولا واحد شاب، أي شاب ماكو، أي ممثل للشباب ماكو. الشباب ايش فيها ناقصين؟ ما يحفون بس ما خفت. والنعم من عندهم، والنعم من عندهم. الشباب هم لهم دور كل دول العالم. مجلس المحافظات كتم الشباب، وين ما تروح اكو شباب، وزاره كامله الشباب. صحيح، الشباب هم لهم حق، لهم حق ولهم راي ولازم يبطونه. الله صحيح. الشاب يتخرج ماكو ولا تعيين، ماكو فرص عمل. مهند احنا المتظاهرين كلهم هم اللي اختاروا اللي خطوا الجوال، السادات والشرطه من عندهم، اما الشباب الشرطه من عندهم، قوات الامنيه من عندهم، ما خلت حدود. اي واحد فيهم خير، مو مجرد واحد يطول، اي واحد يطول.